مرحبا أصدقائي الأعزاء، اليوم أقدم لكم موضوع أنا أعتبره من أهم المواضيع اللي قدمتها، لأنه فيه الكثير غير المطروق وغير المسبوق، واللي يفسر لنا كثير من الأشياء اللي ما زالت غامضة ولم تقدم حولها أجوبة كافية تشفع لنا باتخاذ مواقف حول كثير من المسائل الأساسية في حياتنا. اللي أتحدث عنه الآن عن شيء اسمه دين، عن شيء اسمه مقدس، عن أشياء إحنا نعتبرها أساسية جدا، عن مواقف نتخذها بطريقة أو بأخرى ونعتبرها غير قابلة للنقاش وأنها مسائل أساسية. هذه المسائل الأساسية اللي نعتبرها هي مقدسة ولا تقبل النقاش وبديهيات ومسلمات و هذه كلها اتضح بأن لها أساس آخر غير الأساس اللي احنا نعتقده، أن نحن كائنات تتخذ مواقف أشبه بكل ما نفعله، أشبه ب يعني هو قمة جبل الجليد الذي لا تتضح أبعاده من الداخل، ليس بالمعنى اللي يتحدث عنه علم النفس وفرويد أنه الإنسان في جزئين، جزء الواعي وجزء اللاواعي، هو أنه الواعي هو ما يتجاوز 10% من حجم اللاواعي داخل الإنسان. هذا كلام مو علمي، لكن الكلام الآن راح أتحدث عنه أنه ما هو أصل القداسة. فاتضح الآن حسب يعني آخر شيء قرأته مؤخرا أنه المقدس هو مجرد آلية دفاعية بشرية وليست مسألة إيمان عقائدي. يعني هذا كلمة الإيمان ليست تلك الكلمة التي الصادرة عن وعي وعن عقل وعن تفكر وعن وحتى عن وسط اجتماعي نعيش به، لا، اكو شيء اعمق من هذا بعد وابعد راح نكتشفه بعد في هذه المحاضره، واتمنى تكون يعني بدايه لشيء مهم، بدايه لتطوير وبحوث في هذا الاتجاه. اقصد الفكره راح اطرحها أنه المقدس هو ليست عملية تفريق بين مدنس وبين مقدس، ليست عملية تفريق بين عالمين، أنه الإنسان هذا العالم يعتبره العالم الأمثل والأفضل والعالم الآخر والعالم الأسوأ. لا، أكو موضوع هو صحيح هذا الكلام، لكن يعني بطريقة أو بأخرى هو في شيء من الصحة، لكن أكو شيء بعد أبعد من هذا. المسألة ايضا لا يتعلق بالفصل بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، بين الظلام والنور وهكذا. اللي اقصده بانه مصدر الالهي والقدسي والمقدس لم ياتي من السماء فجاه، وليس مصدره السماء، انما السماء كانت تحصيل حاصل او تبرير لما اتخذه الانسان او الانسان يعني مجاميع البشريه القديمه من قرارات. المسألة تتعلق ببساطة، المسألة تتعلق بالتفريق بين ما هو قذر ونظيف، بين ما هو مريب وغير صحي وبين ما هو صحي وقابل للأكل والتناول والتعامل. هاي المسألة هي كل القصة. كيف؟ راح أوضح لكم، وأتمنى يعني بطرق أتمنى تكون المحاججة قوية، وأتمنى أن تستمعونها بدقة لأن هي مسألة خطيرة جدا. إن القضية حتى مقدمات سريعة أو بالخاتمة، راح الآن أعتذر لأنه هذا الفيديو أنا سجلته قبل 3 أشهر أو أكثر، يعني بشهر شباط سجلته، لكن الآن دورت نشرة ما لقيت بس الصوت، هاي المشكلة. فاضطريت يعني الآن أسوي هاي المقدمة لهذا الفيديو، وراح يكون فقط صوت، يعني المادة راح تكون صوتية، وأعتقد هي أيضا لا بأس، إنه مو مشكلة إنه يعني واحد يستمع للفكرة، مو مهم واحد يشوفني، هذا أفضل. وبالأخير راح تتوضح كثير من قضايا مثلها، انه المسألة ما هو الروح، ما الفرق بين الروح وبين الجسد،
ما الفرق بين ال يعني السماء والأرض؟ ما الفرق؟ ما لماذا هذه الأشياء هي مقدسة؟ لماذا هذا المكان مقدس؟ لماذا نقدس الأماكن؟ لماذا كيف ظهرت فكرة الـ يعني الأماكن المسحورة أو أماكن المبروكة أو المباركة أو الأماكن التي تجلب الشر والنحس والحسد والغيرة، والأماكن التي أو الشيء الذي لا الشيء الذي لا نلمسه أو نخشى لمسه؟ هذه كلها يعني توضح لنا كثير من المشاكل. فالمهم أخليكم تسمعون، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكرا جزيلا. مقدمة: داخل كل إنسان شيء ما مهم جدا ويصعب علينا تجاوزه. هذا الشيء يسميه البعض القوة الإلهية، القبس الإلهي، آخرون يسمونه قدرة سحرية، شيء له علاقة بالقوة الكونية. داخلنا دائما نشعر بأننا مرتبطون بهذا الكون، ولسنا مجرد كائنات تولد وتحيا ثم تموت. هذا الإحساس العميق بداخلنا يسمى منذ نحو 100 عام بين العلماء المفكرين والباحثين باسم المقدس. فيا ترى ما هو هذا المقدس؟ ما هي دلالاته؟ كيف نعرفه؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي أصوله؟ ما هي أسباب ظهوره؟ هل هنالك أسس فيزيولوجية دفعت الإنسان لأن يؤمن بالمقدس ويشعر بوجود معنى وقوة إلهية أو قوة عليا أو قوة غامضة، أي اسم كان داخل هذا الإنسان تجعله يشعر بوجود معنى لحياته وقيمة وهدف أيضا؟ اللي حاول في هذه الحلقة أن نقدم تصور جديد يفسر هذا المقدس الموجود أو الذي نشعر بوجوده داخلنا ونشعر بأنه يقود حياتنا وأيضا يوجهها بالطريقة التي لا نعرف هل نشأها نحن أو يشأها هو. حول هذا الموضوع طرحت العديد من النظريات، كيف ظهرت فكرة المقدس وكيف تطورت بين العلماء، وكان من أوائل المفكرين والباحثين الكبار الذين عرضوا هذه الفكرة وناقشوها بشكل مستفيض هو العالم أو عالم الاجتماع الكبير والمؤسس لعلم الاجتماع دوركهايم، الفرنسي دوركهايم. ثم بعد ذلك أتى أوتو، هذا أوتو قدم كتاب اسمه فكرة المقدس أو الفكرة القدسي، واللي فسر الشعور الديني داخل الإنسان بأنه يدل على قوة إلهية. هاي القوة الإلهية هو اسمها المقدس، والذي وهذا المقدس هو أشبه بإله أو شعور إلهي داخل الإنسان في الوقت نفسه. واعتبر أوتو أن المقدس يشكل بنية أساسية خفية جدا تكمل داخل النفس البشرية، ويعبر عنها طبعا يعبر عنها برموز لا يمكن التعبير عنها لغويا. قديما طرحت فكرة الفطرة من قبل خاصة من قبل رجال الدين، وهذه الفكرة تقول بأن هناك فطرة لدى الإنسان تدفعه للخضوع لما هو مقدس وإلهي. وهذا طبعا سؤال ثار علماء الدين وفقهاء الدين لم يحسم أمره حتى الآن، إلا دينيا طبعا، لأنهم يفكرون بجانب الذي يؤمنون به الدين، فبالتالي هم يفسرون كل شيء ضمن الإطار الديني. لكن هذا بعيد عن العلم بالضرورة، ولا يمكن أن يقدم إلا معتقد، لكنه لا يقدم حقيقة أو شيء قابل للبرهان برهن عليه وإثباته بالتجربة. السؤال الآن: هل يولد الإنسان على الفطرة فعلا؟ وهل هناك حقيقة علمية تقف خلفها أم أنها مجرد ادعاءات؟ ما يقوله رجال الدين بأن سلوك الإنسان يميل فطريا إلى الدين، وأن الدين حاجة أساسية له
لديه كما كحاجتنا الغذاء والدواء. هذه الحجة موجودة ولديها ونشرت عنها كثير من الكتب والبحوث العلمية والفقهية أيضا، لكن كل هذه الأفكار والنظريات لم تقدم أي دليل عملي أو تجربة عملية توحي بهذا الشيء. لكن علميا اللي حدث بالفترة الأخيرة خاصة بالسبعينات وحتى هذا الوقت الحالي، أنه العلماء تمكنوا من إحراز تقدم كبير جدا بفهمهم للدماغ البشري وآليات عمله. فماذا وجدوا؟ وجدوا أن هناك صفات وسمات فطرية موجودة داخل الإنسان، لكن اللي لاحظوا بأن هاي الصفات، وطبعا عبر تجارب دقيقة جدا، وجدوا أن هذه الصفات مرنة إلى حد كبير جدا وقابلة للتغير بشكل مفتوح، بحيث أحد العلماء الكبار بمجال التشريح وتحليل الدماغ ويدعى ماركوس، راح أترك لكم اسمه وسنة نشر كتاب ماله، يقول بأن الدماغ أشبه بالدفتر. من كتبه الجينات الإنسان أو DNA الموجودة، شفرات وراثية موجودة داخل جميع خلايا الجسم، هذه الجينات وهذا الدفتر مكتوبة بها هذه المسودات، لكن مو أكثر من هذا. المسودات موجودة. تجربة فيما بعد هي اللي تبدأ تستكمل حلقات كل فصل من فصول هذا الدفتر، وما يبدأ به الإنسان منذ طفولته هو مجرد مخططات عامة، وبعد ذلك يبدأ مع بالتجربة تتشكل وتتطور وتتلاقح مع الواقع والطبيعة. طبعا هذا ينفي مقولة للوك الفيلسوف الإنجليزي الشهير بالقرن السابع عشر، بداية القرن السابع عشر، يقول بأنه الإنسان هو صفحة بيضاء. بعد ذلك إجا هوبس، أو قبل هوبس، قال بأن الإنسان هو عبارة عن وحش. فهذا الآن الطرح العلمي الدقيق يؤكد بأن المسألة هي بين هاتين الحالتين، أن الإنسان ليس بصفحة بيضاء، إنما الإنسان يأتي بعناوين عامة أو آليات عمل عامة، من خلالها الإنسان يبدي تتطور تتشكل تجارب وخبراته، لكن ضمن هذا السياق العام. وهذا قريب من مقولة أو من مقولات إيمانويل كانت، اللي يقول بأن الإنسان لديه قاعدة معرفية أو مقولات أساسية 12 مقولة، من خلالها الإنسان من عند المكان والزمان وغيرها، هاي والسببية أيضا، هذه كلها هي من خلالها الإنسان يبدأ يستطيع، هي أدوات يستطيع من أثر الإنسان رؤية العالم. لا، ليس رؤية العالم كما هو، إنما رؤية العالم كما هو يشاء، كما بالطريقة التي يعمل بها الدماغ. يعني دماغنا الآن البشري هو عبارة عن هذه النظارات، يعني هو أشبه بهذه النظارات. لا يمكن أن أرى أشياء إلا من خلال هذه النظارة، ولا يمكن تبديل النظارة، لأنه هذا دماغ، يعني حتى للتشبيه فقط حتى تتضح الصورة. هذا المنظور للعالم، هاي النظرة للعالم تقلب كل النظريات وكل الأفكار، وما زالت البشرية تحاول أن تفهم الصورة ونتائج هذا التصور وهذا الرؤية للعالم. الآن أطرح نظرية جديدة حول المقدس وكيف ظهر المقدس. هذه النظرية لن تعتمد على أفكار، ولن تعتمد على تصورات ولا نظريات جوفاء، إنما تعتمد على شواهد وعلى تجارب أجريت فعليا، هي اللي أسست هذه الأفكار، وبالتالي فهي لديها ما تستطيع تقديمه كبرهان. النظرية هي تقول بأن تقوم على خمس تطورات أساسية اجتازها الإنسان حتى يصبح ما هو عليه حاليا. أولا، التطور الأول صار عليه متعلق برعاية الأطفال والتعاون في رعايتهم ورفض القسوة. هذا التطور نشأ عندما انتصب الإنسان، المرأة بشكل عام أصبح حولها أصغر من السابق، بحيث اضطرت إلى أن
يضطر الرحم إلى أن يدفع الطفل قبل نشوءه بالكامل، بحيث يعني يحتاج أكثر من سنة حتى يستطيع المشي، وهذا العملية ما موجودة عند الحيوانات الأخرى بالكامل. الإنسان كان الوحيد اللي يحتاج. بالنتيجة هذا التطور الأول جعل الإنسان أو المرأة والرجل يعتنون بالأطفال. لا يمكن أن يعيش طفل لأي إنسان لم تتم رعايته والحفاظ عليه وحمايته وتقديم كل الخدمات إليه. معنى من معاني الإنسان يجب أن ينصرف إلى رعاية الطفل لسنوات، وعليه أن يحافظ على هذه المسألة بشكل لا جدال فيه. حتى المرأة في أثناء الحمل أيضا تحتاج رعاية. هذا الأمر خلى يعني جعل عند الإنسان رغبة بأن يقدم الرعاية والعناية بالأطفال وكل شيء حي. يعني حتى أحيانا نشوف إحنا لما نمر أمامنا كائن حي مثل كلب صغير ما زال وليد أو قطة ما زالت وليدة، نشعر بداخلنا نوع من الإحساس الخاص، نوع من العطف والتعاطف والاستعداد لتقديم أي مساعدة. هذا الشيء له علاقة بالتطور الإنسان، يعني مسألة تتعلق بمئات الآلاف من السنوات السابقة. هذا التطور الأول اللي صار، وبعدها هذا التطور طبعا راح نتحدث عنه لاحقا. التطور الثاني أذكر في شيء، هذا التطور اللي صار إنه إحساس الإنسان بضرورة رعاية الآخرين والعناية بهم، هذا الإحساس ما موجود عند الحيوانات الغير ثديية مثل الزواحف. الزواحف ما والأسماك مجرد تلقي بيوضها ودير وجهها وتروح، إلا عناية بسيطة مجرد تلقي نظرات وتروح. لكن الإنسان والكائنات العليا تحتاج إلى رعاية الأطفال بشكل حاد جدا، خاصة عند البشر وأعتقد القرود أيضا نوعا ما، لكن البشر بشكل كبير جدا. القرود لا تسير منتصبة إلا بشكل غير دقيق. التطور الثاني كما هو تطور أعراف التقيد بالأصول والتعاون ورفض الغش والاستغلال، وهو هذا معنى أن الإنسان وصل إلى مرحلة من التعاون فيما بينه، يرفض بأنه يجي شخص يستغلك أو يغشك. هاي المسألة أيضا أجروا تجارب عليها مع الأطفال، وهذا الإحساس ليس يعني مسألة عقلية فقط، إنما هي موجودة طبيعة الإنسان، شيء فطري بداخله، إنه عندما يشعر بأنه يعطوك شيء ولا يعطون الآخر أو الآخر يعطوه أكثر مما يستحق، هذا يصير. وحتى جربوها على القرود وشاهدوا الاحتجاج الصامت للقرود على هذه المسألة. التطور الثالث صار رفض الخيانة، وأنه ضرورة الحفاظ على الولاء، محافظة الأفراد على الولاء للجماعة. التطور الرابع فكرة السلطة، تطور فكرة السلطة ورفض التخريب وتجاوز المراتب أو الطبقية بين الجماعة البشرية. أنه الإنسان بدأ يتقبل فكرة أن يكون مطيع للآمر ماله أو للشخص القائد، ليس بتابع له فقط، إنما لأن هناك جو من التعاون والتآلف فيما بينهم وتقسيم العمل، تقسيم الأدوار. هذه المسألة جعلت الإنسان يتقبل فكرة وجود مجتمع ووجود قائد وتوزيع مهام، والهدف الرئيسي من هذه العملية أنه الكل يتعاونون لتنفيذ مهمة مشتركة. التطور الخامس صار هو تطور فكرة أو ظهور فكرة المقدس، وهذه الفكرة ظهرت حتى تعالج مشكلة الإنسان الكبيرة جدا، وهي مشكلته بين نوع من الكائنات القارتة، وهاي راح نشرحها بعد عندما نتواصل داخل الفيديو ونفصل بها، وراح نكتشف بأنه هذه فكرة الإشمئزاز والقرق عند الإنسان هي اللي أدت به إلى ابتكار فكرة المقدس أو ظهور أو بزوغ فكرة المقدس داخل أعماقه
وتحولها إلى جزء أساسي من مكونات الجينية نقدر نقول أو الفيزيولوجية. أنا قلت هناك خمس أسس أساسية لهذه النظرية، راح أتحدث الآن عن الأساس الخامس، التطور الخامس الذي يتعلق بالمقدس، وهذا هو الجزء اللي يهمني يعني، لأن أنا عندي موضوع المقدس وعندي نظرية أسميها نظرية التثبيت. هاي النظرية تقول، سأشرحها لاحقا، لكن هذه النظرية لها علاقة بنظرية المقدس التي طرحها مارسي إلياد، وطورها مارسي إلياد، طرحها دوركهايم، وطرحها أيضا رودولف أورتر. هؤلاء جميعا قدموا فكرة المقدس. أنا أحاول أقدم فكرة أعمق أو أبعد في الأصول، هي فكرة وجود التثبيت. الآن ماذا نقصد حتى أوضح كيف نشأت فكرة المقدس وما علاقتها بفكرة التثبيت أو مفهوم التثبيت؟ أولا أقول أن البشر هم كائنات ومخلوقات قارتة. ما معنى كلمة قارتة؟ من أبرز مميزات البشر أنهم يعني هم كالفئران والقرود يأكلون، أو أقصد القرود الكائنات العليا يعني الشبيهة بالإنسان والآب وليس المنطق، أقصد أنهم كالفئران يأكلون أي شيء، وهذا يجعلهم قادرين على أن يعيشون في أي مكان، في أي جزيرة، ألقي بأي إنسان في أي في مجموعة من البشر في جزيرة بعيدة وجديدة مناخيا وحتى جغرافيا عليهم سيعيشون فيها وسيجدون ما يأكلونه، بسبب أن الإنسان هو كائن قارد، أي أنه مستعد أن يأكل أي شيء سواء كان نباتي أو حيواني. فهو في الوقت اللي هو كائن نباتي هو أيضا كائن مفترس للحيوانات الأخرى، وبالتالي هو يستطيع أن يأكل نباتات ولحوم وفواكه وحبوب على حد سواء. هذا الشيء صحيح بي ميزة كبيرة للإنسان، لكنه في الوقت نفسه شكل خطر على الإنسان. كيف؟ أنه عندما تأكل أي شيء، ممكن تأكل نبات أو تأكل سمك أو تتناول نوع من أنواع السمك وتصاب بتسمم، أو تأكل نبات معين تكاثر فيه نوع معين محدد من البكتيريا أو الفيروسات، كما حدث لدينا الآن بفيروس كورونا، أنه انتقل عن طريق الخفاش، هي هاي يسمونها يعني الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. فهذه كلها عوامل خطرة جدا. بسبب هاي الظاهرة تطورت مشاعر القرف والإشمئزاز داخل الإنسان، لأنه لابد أن يجد نوع من الصيغة الدفاعية عن نفسه لكي لا يتناول أي شيء أمامه. يجب أن يفرز بين الأشياء وبين ما هو جائز للأكل وغير جائز، وهذه العملية ما تتم إلا بوجود مشاعر داخله طورت مع الزمن وصارت نوع من يعني ممكن نقول إنه هي أكو شيء جيني داخل الجينات والعوامل الوراثية للإنسان، تطورت هذه المشاعر وأصبح الإنسان يقرف من شيء معين ولا يقرف من الشيء الآخر، وهذه أدت إلى وجود نوعين من البشر، نوع يسمونه نوع نيوفيلي ونوع يسمونه نيوفوب. النيوفوبي يعني مقصود بأنه هذا النوع الذي يخاف ويتخوف بالشدة من أي شيء جديد، أنه لا يأكل شيء جديد ولا يتناول أي شيء جديد إلا إذا كان متعود عليه ولا يتجاوز هذا. هناك النوع الثاني من البشر اللي هو النيوفيلي. هذا النيوفيلي يعني ما عنده مشكلة، يعني جازف يشوف شيء عجبه يأكله خلاص، يعني كله 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 جوه يعني. هذول الاثنين مع الوقت الإنسان انقسم إلى نوعين من أنواع الشخصيات، شخصية منفتحة ومستعدة للجديد، وشخصية رافضة ومتحفظة دائما ضد الجديد. هذا النوع الأول فوبي، يعني من فوبيا،
المتخوف المتشدد تلقاهم يعني. وهؤلاء طبعا هم ممكن نصنفهم على صنف اليمينيين المتحفظين اللي وغالبا ما يكون لهم ايديولوجيات مغلقة وصارمة أو أديان شمولية لا تسمح بخروج أتباعها ولا تقبل الآخر الآخر وترفض كل شيء عدا ما هي ما هي تؤمن به هي أو أفرادها. الفرق هاي المسألة يختص بها البشر أكثر من غيرهم، لأن الحيوانات ما تعرف هذا الشيء، ما تعرف شيء اسمه يعني تأكل أي شيء، إنه تعرف إنه هذا الشيء هو هذا أكلها الخاص وانتهى الموضوع. يعني الماشية تعرف إنه أكلها الحشائش وبعض الحبوب وخلاص. كذلك الدب الباندا مثلا يعرف الغذاء اللي يأكله فما عنده مشكلة، وحتى إذا شاف شيء حتى الأبقار مثلا عندما تعرف بس تعرف إنه من الرائحة أو من الطعم بعض الحشائش السامة تبتعد عنها، صار هذا نوع من القابلية لرفض المواد السامة داخل الأعشاب عندما أكو، لكن ما تعرف عن طريق القرف والإشمئزاز، لا تعرف عن طريق الرائحة أو عن طريق الطعم. وهذا طبعا مثبت علميا بأنه الحيوانات لا تعرف شيء اسمه القرف ولا الإشمئزاز. بالتالي هذا وين وصلنا؟ أولا حتى نوضح الموضوع، ما المقصود بالقرف؟ إذا رجعنا لسان العرب يقول القرف هو الشعور بالتقزز، وهو يرادف يعني العدوى، وهو يرادف كل ما هو مكروه، يعني بمعنى أنه شعور بالإشمئزاز تعبير عن كل ما تعافه النفس وكل ما يولد الغثيان والتقيؤ ولو كان هاي المسألة رمزية. هذا الفرق متى حصل؟ هذا القرف تطور عند الإنسان عندما اضطر إلى نزول من الأشجار وبدأ نفايات تتكاثر على الأرض، وبدأ الإنسان يتحاشى نفايات الآخرين وبدأ يحاول أن يكون نظيف ويرفض التعامل مع الأجسام اللي بها نوع من يعني أكو خطر قابلها. كانت ومعظم الحيوانات كانت تترك جسمها هو يقاوم الجراثيم والأمراض. الإنسان بدأ يتطور درجة عندما في سلم التطور، هاي حسب نظرية التطور طبعا، في سلم التطور بدأ يتطور درجة، قام هو يعي هاي المسألة ويحاول يحافظ على نظافته ويتحاشى الأشياء الجيفة مثلا الميتة الأشياء القذرة الماء القذر. بدأ يعرف يعي هاي المسألة. الحيوانات تمارس هذه الأشياء بعضها لكنها تمارسها بشكل غرائزي لا تعي ما تفعل، لكنها يعني كما قلت تشعر بأن هذا الماء قدر تشم رائحته وخلص. لا الإنسان أحيانا هو الماء ما بيشي يعني، إنما فكرة بجمالك هذا الماء مسطور أو هذا الماء بمقر عليه أو طير الغراب فات عليه أو طار فوق، يعني قصص هذه نعرفها كلنا بحياتنا اليومية، هذه جزء منها. يعني هي لم يعد المسألة بيولوجية، صارت أو بيولوجية أو فيزيولوجية أو إحساس، إنما صارت ثقافية. هنا بدأ يظهر المقدمة. كيف ظهر؟ بدأ تجنب المرضى، تجرب المجدومين، عدم الاحتكاك بالناس، بدأت تظهر فكرة الطهارة، فكرة النجاسة. بدت تظهر فكرة أن هناك مجموعة من الناس هؤلاء بالسليقة هم أنجاس، يعني مو مشكلة هم الله نظيفين أو مرتبين أو شكلهم لطيف، لا هو هم لأنهم من فئة محددة أصبح هم أنجاس ويتحاشى جميع لمسهم، ولا حلت عليهم لعنة أو يجب أن يتطهر أو يقوم بشيء من الأشياء. وهي موجودة حتى الحياة، احنا جميعنا نعرفها تقريبا المسألة، لكنها عندما نتأملها ونكتشف القضية كفيزيولوجيا وليس كمعتقد، نروح شوية أبعد، يعني احنا نفكر نجد بأنه المسألة لها علاقة عمليات التطور الإنسانية القديمة جدا، ولم تحدث بسبب معتقد أو ظن داخل يعني داخل الجماعة أو المجتمع الذي ولدنا فيه ونشأنا.
قضية أبعد من هذا الكثير، وراح نشوف شلون راح هاي المسألة راح تخلينا نكتشف أشياء لم تكن في البال. مثلا قلت أنه هذه الفكرة في الطرف والإشمئزاز هي اللي خلت الإنسان يطور فكرة القداسة، وحتى تصبح نوع من أنواع الحل الأخلاقي. فهي القداسة ليست فكرة لها علاقة بالآلهة، إنما هي نوع من آلية دفاعية ممتازة. جعل شيء غير مسموح، هذا ظهر فكرة القداسة وأصبحت نوعا من الحل الأخلاقي، فهي تقدم آلية دفاعية ممتازة لجعل إما لجعل شيء مثلا غير مسموح بتدنيسه أو غير مسموح بالتلوث بنجاسته. الآن من هنا ظهرت فكرة الخير والشر، من فكرة الجيد والسيء. طبعا هو ما أقول فكرة الجيد والسيء يعني كمفهوم حديث، ماكو شيء اسمه جيد وسيء، هناك دائما هناك شيء اسمه حلال وحرام، هناك شيء فيه خير وهناك فيه شر. هذه فكرة من خلالها احنا عندما ناكل شيء او حتى عندما نراه او نلمسه، وهذا الشيء بعد ذلك يدخل داخلنا، سواء داخلنا في المعدة مثلا او داخلنا ذهنيا، سواء أثناء الحلم أثناء الرؤية أي شيء، هذه راح تكون لعواقب. إما تكون إما أن تكون هاي العواقب جيدة أو سيئة. ولدت لدينا الآن فكرة الخير والشر والحلال والحرام. ومن أين ولدت هاي الفكرة؟ من فكرة القرف والإشمئزاز، من خلالها راح تتولد بقية الأفكار والثنائيات، مثل الحق والباطل، النجاسة والطهارة، المقدس والمدنس، الله والشيطان إلى آخره. الإحساس بالقرب بالتالي هو أصل فكرة القداسة، هذا حسب ما، وهذا مصدره بالتالي ليس مصدره إلهي ولا مصدره شيء غائب أو غيبي، إنما هو مصدره جسدي ذهني ربما جيني أيضا، أي لا يتعلق بالروح مباشرة، بل على عكس الروح اللي اخترعها الدين هي اللي تتغذى على هاي الفكرة، وهي اللي جعلت من الدين نفسه مقدس، أي عكس الموضوع. وهاي المسألة توضح لنا الكثير كثير الكثير، وتجعل أشياء تنقلب تماما عن أصلها. ده حاجة طبعا التأكيد بأن الدين لا يؤمن أصحابه بأن بأي مقدس هو بودين، يعني لا يعد دينا أصلا، لكن هذا ما هنا طبعا بالوجود مقدس غير مثبت في عوالم النشاطات البشرية الأخرى كالفن والموسيقى وغيرها. يعني المقدس مو بالضرورة يعني هو محتكر احتكار ديني أو خاص بالدين. المقدس ممكن يتواجد، ممكن أنا أعتبر الموسيقى مقدسة بالنسبة لي، أو الأغاني الغناء بالنسبة لي مقدس، أنا أعتبر بالنسبة لي كرة القدم هي شيء مقدس بالنسبة لي ولا أستغني عنها، وهكذا أي هواية بعض الناس يعتبرها شيء مقدس بالنسبة لي. الفرق وين؟ الفرق أيضا أنه هذه الفكرة القرف والإشمئزاز هي خلقة لنا المقدس، وبالتالي هذا المقدس كان بحاجة لاختراع أساطير. يعني إحنا عندما قرف النجاسة والطهارة هاي كلها قصص، يعني احنا هاي المفاهيم نقولها النجاسة والطهارة، لكن ما هو النجس؟ كيف تعرف هذا النجس؟ كيف تتعامل مع شخص وتقول هذا النجس؟ هذه كلها تحتاج الى قصص. الانسان بدأ يخترع اشياء وحكايات وروايات، وبدأ تتألف القصص، تطورت الامور بعد ذلك الى ما نحن عليه حاليا. هذا التطور ما زال يحتفظ بهذه المعالم الأولية اللي جعلتنا نقرف ونشمئز، وبالتالي جعلتنا نؤمن بأشياء محددة ولا نؤمن بأشياء أخرى. مثلا عندما هنالك معتقد أن تدنيس بركة ماء أو مكان مقدس، أصبحت هناك أماكن مقدسة، أصبح هناك بحيرة مقدسة أو نهر مقدس، أصبح هناك حتى شجرة مباركة، وحتى أحيانا نشوف مشاهد يعني واحد يتشلب بحائط، يعتبر هذا حائط مقدس، أو يعتبر هذا الخشب
الخشب يجوز أو الصليب مقدس هذه، وهكذا كثير من هاي الأشياء صارت. لكن كيف ولد المقدس؟ ما هي لحظة ولادة المقدس؟ هذه قلنا أنه المقدس لابد أن يكون هناك يعني أشكال القداسة الجماعية هي الأساسية، وهاي تطورت. طبعا هناك أنواع كثيرة من القداسة الاجتماعية مثل تقديس الحياة، الآن تنوع التقديس كما قلت، تقديس الحياة البرية مثلا، أو تقديس الطبيعة، أو تقديس اعتبار أشياء الزوجية، أو الثوابت المقدسة، وكثير أصبح المقدس إلى يعني صار عندنا عالمين، عالم مقدس ومثبت حسب نظرية التثبيت، وهذا هو الأساس، وكل ما عداه هو شيء مرفوض، وعليه أن إذا خرجنا للعالم الخارجي اللي هو خارج مناطقنا المقدسة ومعتقداتنا أو ما نؤمن به، هذا يجب أن نضع كل شيء تحت مسطرة، إما يتوافق مع هذه المسطرة الخاصة بنا أو لا يتوافق، إذا لم يتوافق فيجب أن يرفض، وهكذا. من هذا الباب أيضا ممكن نفهم سر تحريم الزنا مثلا قبل الزواج، لماذا مثلا اعتبرت العفة والفضيلة قيم مقدسة؟ لأن الجسد أيضا كان يعتبر أنه مادة للدناسة والنجاسة، فهذه يعني مسألة أساسية بالدين خاصة وعند المعتقدات الشعوب القديمة، ليس مسألة دينية فقط، حتى ما قبل الدين هنالك معتقد. هنا أيضا ممكن نفهم من بسبب تجريم أو تحريم الزنا، ليش؟ لأنه هو يدمر الجماعة البشرية، هو الشيء الفوضى بين الأفراد الجماعة. يعني نفترض الآن مجموعة وقبيلة وعشيرة من 1000 شخص أو 500 شخص، هؤلاء إذا اختلطت الأنساب فيما بينهم وأبيح الجنس فيما بينهم، هاي راح تتدمر، ما راح يصير نظام ولا راح يصير عشيرة، والكل الكل ينام مع الكل، وما تعرف هذا الطفل إلمن ذاك تبع مين وهذا تبع مين، ضاعت يعني بالنتيجة هيك مجتمع موجود، طبعا ربما موجود، ليس لا ننفي عدم وجوده، لكنه هيك مجتمع لا يمكن أن يستمر، لابد من وجود نظام للعلاقات فيما بين الأفراد، وهنالك مجاميع محددة زوج مع زوجة، ولا يجوز الممارسة الجنس كيفما اتفق. هذا العلاقة بالمقدس لأنه يدمر الجماعة البشرية. هناك أيضا حديث أصبح الإشمئزاز واعتبر الجسد البشري مكان للدنس والرذيلة، هذا أيضا وصلنا إلى نفس فكرة المقدس. هناك أيضا جماعة أنصار البيئة، هؤلاء مثلا ما يترضون على التلوث البيئي، بل ما يترضون على سائل الطبيعة، وهذا تدنيس للطبيعة، وهذا يعتبر قرف وإشمئزاز، هذا اللي الممارسات اللي يقومها البشر ضد الطبيعة. هذا أيضا دفع يعني أيضا النباتيين مثلا، هؤلاء يرون بأنه الحيوانات مقدسة ويجب عدم ذبحها وقتلها بهذه الطريقة البشعة، ويجب عدم الاعتداء عليه، هذا أيضا له علاقة بالطرف والإشمئزاز، وأيضا بينشوء فكرة المقدس. كذلك هناك مثلا حديث عن الإجهاض، وحتى حق الموت سريريا، ونقل الأعضاء، وتخليق الأجنة البشرية، وغيرها كثير كثير طبعا، لكن كل هاي الأشياء، وأيضا المبيدات الصناعية، المبيدات الحشرية، يعني أشياء كثيرة، هاي كلها علاقة بالمقدس والمدنس، يعتبرون هناك أنه هناك أشياء مقدسة عدم تدنيسها. الأمر نفسه طبعا يشمل الإرهاب، وإلا شو نسمي يعني الدواعش، يعني ليش الداعش يرفض أن يعني يرفض الحضارة الغربية والقيم الغربية والثقافات الغربية اللي هي منتشرة الآن بالعالم بأكمله؟ لماذا؟ لأن يعتبر بأنه هذه المسألة كلها مدنسة غير مقدسة، هذا الشيء لا يحيله إلى أصوله الأصلية التي يجب العودة إليها والاحتفاظ بها، ورفض أي فرصة لتدنيس مقدساته الخاصة. هذا الشيء هو أيضا إلى علاقة بالقرف والإشمئزاز. نلاحظ جميعا بأنه حتى
عندما يلمسون شخص أجنبي هؤلاء السلفيين أو الأصوليين، وهناك الجانب الإرهابي من أجل طبعا ليسوا جميعا إرهابيين، لكن الجانب السلفي الأصولي الدقيق، وهذا يرفض ربما يروح يغسل إيديه إذا لمس شخص أو شيء يعتبره نجس. وأيضا هذا السلفية لا أعني بها الجانب السني، هنا هي السلفية الشيعية والأصولية الشيعية نفسها، يعني هم الجانب الإيراني أيضا يعتبر سلفيين وأصوليين أيضا نفس الفكرة. لكن أوصل إلى حقيقة أساسية، أنه القرف ليس بالضرورة هو شيء سيء ولا المقدس، يعني مثل ما وهذا هناك مقدس وهناك مدنس، لكنه ليس هذا التقسيم ليس بالضرورة شيء سيء، إنما هو شيء جيد، هو اللي سمح للإنسان أن يتطور ونصل إلى ما هو عليه الآن، وإلا ما كان ممكن الإنسان أن يعيش لولا هذه الحاسة أو الغريزة بداخل الإنسان للتفرقة بين ما هو صالح للأكل وغير صالح للأكل، بين ما هو سام ومضر وبين ما هو مفيد وقابل للتعامل، بين أن يخشى من دخول إلى منطقة لأنه يرى بأن هي هنالك أشياء حدثت سابقا في هذه المنطقة ليس لا تسر أحدا يجب عدم الدخول، هنالك مثلا أجانب يأتون إلى المنطقة وهؤلاء يأتون يقدمون بجراثيمهم وبأوبئتهم ويصيبون الناس، هذه كلها لها علاقة، هي اللي حافظت على المجتمعات البشرية. يعني أنا عندما أرفض الإنسان الغريب لدخول منطقتي ليس لأنه غريب فقط، إنما لأنه ربما سيجلب لي شرا، إنه هاي الفكرة صحيح نعتبرها خرافية، لكنها بالحقيقة عندما ندقق فيها نجد بأنها لها جذور تاريخية، هي اللي سمحت بعدم تقبل الغرباء، هي اللي سمحت بأن يكون الإنسان متحفظ ورافض للتفاعل مع الآخرين الغرباء، إنما يتفاعل فقط مع جماعته. لماذا يعتبر الأجنبي خارج من الجماعة هو نجس؟ لأنه الإنسان عنده تاريخ من العلاقات، تاريخ من الخبرات أو الخبرات اللي أثبتت له بأنه قادم الغريب يأتي بأوبئته ويأتي بأشياء، وأيضا ليس بالأوبئة إنما يأتي بآراء وثقافات مختلفة تماما ستفسد كل شيء، وهذا فعلا يحصل. هذا الجزء السلفي اللي يرفض قدوم الغريب واعتبره نجس ليس نجس لأنه جسد نجس، إنما أفكاره وثقافته تعتبر نجسة وغريبة عليه وطارئة، وربما ستفتت أواصر الجماعة وتدمرها تدميرا كاملا، وهذا فعلا يحصل. يعني ليس أمر يعني افتراضي، لا موجود، بدليل أنه أبسط شيء أمريكا عندما اكتشفوا أمريكا الإسبان ووصلوا هناك تقريبا 80-90% من الهنود الحمر هناك ماتوا بالملايين عشرات الملايين. لماذا؟ لأنه الإسبان جلبوا معهم الأوبئة وماتت الناس هناك، هؤلاء كانوا ما يعرفون الأوبئة الخاصة اللي منتشرة منطقة أوروبا والآسيا، ما عندهم فكرة عنها ولا ما مجربين هاي الفيروسات والبكتيريا الجديدة عليهم، فقتلتهم تقريبا 80-90% ماتوا، وليس بسبب الذبح والقتل والمذابح سواها الإسبان طبعا كثيرة، لكن بسبب الأوبئة اللي جابوها وياهم. كما في النهاية أقول أن الحرام طبعا لابد أن ننوه أن الحرام هو أحد مظاهر القرف، وهذا أمر مهم جدا، وممكن يحيلنا على هذا المنظور ممكن نفهم ما هو الحرام وما هو الحلال، لأنه إلى علاقة وطيدة جدا بالمسألة. وأيضا علينا أن نعرف بأنه كل هاي الأشياء لم يبتكرها البشر اعتباطا كما قلت، لكن وين نوصل لحقيقة؟ أنه ما يصح أنه نستعمل جسدنا كيف نتفق، يجب احترام جسدنا ويجب
احترام أفكارنا، ويجب أيضا احترام أفكار الآخرين لابد، لكن لابد أن نجد حاجز أو فلتر أو مرشح نرشح هذه الأفكار ونجد يعني هل هي مفيدة لنا، هل هي ضارة. كان سابقا الناس ما عندهم هذه الفسحة من الوقت اللي تسمح لهم بأن يختارون ما يعجبهم وما يعجبهم، كان يثبتون على قضية محددة ويعرفون هذا المقدس مالهم وهذا المدنس وخلاص، ماكو تفاول، لأنه أي تهاون ممكن يخترقهم الآخر ويدمرهم ويستعبدهم بالتالي ويستعبد أولادهم وقت الرجال. في النهاية أقول من لا يستطيع فهم فكرة القداسة ودورها الخطير في تاريخ المخلوق البشري على القارت هذا، فما أعتقد راح نستطيع فهم أي مشكلة تواجه البشر يوميا. وأنا أشوف أن مشكلتنا أننا كائنات يعني كما قلت تلتهم كل شيء، سواء أفكار أو منتجات غذائية أو ثقافات أو اختلافات. فما أدري هل كان من أفضل لنا أن نعيش تلماشية وتعرف ما تقتات عليه مباشرة وترفض بالكامل أي شيء ما عداه، وبالتالي هي رايحة راسها ومرتاحة وما عدها أهم إلا أكلها. النهاية من لا يستطيع فهم فكرة القداسة ودورها الخطير في تاريخ المخلوق البشري القارت والذي المصنف ضمن الكائنات القارتة، فهذا بالتالي احنا ما راح نستطيع فهم اي مشكلة تواجه البشر يوميا. هاي الفكرة هي مناقشة عميقة لجذور النفسية المتعلقة بالاخلاق ودورها في انتاج النزاعات السياسية، وان نعرف اصول الاشياء، ما نفسر انه هذا شيء مقدس وهذا مدنس وهذا حرام وهذا حلال وهذا كافر وهذا مؤمن، انما القضية هي اكو جذور عميقة على علاقة بطبيعة الجسد البشري وقوانين وجوده داخل الطبيعة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. والآن كما رأيتم انه ان هاي قضايا واقعية وحقيقية ولها ادلة واكو تجارب، وانا قدمت لكم يعني حقيقة هذا هو الكتاب، هذا الكتاب اللي يعني المصدر الأساسي اللي اعتمدت عليه. هذا الكتاب هو اللي اسمه العقل القوي، وأعتقد كتاب مهم وصادر سنة 2015 وكتاب حديث. صحيح ويعني عانيت كثير بقراءته لأنه كانت اللغة مالته مو سهلة يعني، أو ما أعرف يعني ما كان عندي طريقة المترجم بالتعبير، وما يعني مو ما استسهلته لكن ما كنت متعود عليه. المهم كتاب مهم وقدم لي أفكار جديدة بنيت عليها الأفكار اللي قدمتها أو المفاهيم الجديدة قدمتها، وهذا هو جزء من بحثي الكبير والواسع عن فكرة المقدس. المقدس الآن أبحث عليه ونقول بأنه المقدس لا علاقة له بالدين، وأن الدين شيء والمقدس شيء آخر. الربط فيما بينهم هو أيضا مشكلة، يعني مشكلة قدمها رجال الدين بطريقة أخرى لكي يعني، وهذا شيء طبيعي لكي يباركون أو يزيدون من قيمة طرحهم وخطابهم الخاص. هذا شيء قدموه رجال الدين، هو الدين نفسه. أنا أيضا يقول في محل هو نفس الدين فكرة مأخوذة من معتقدات الناس وطقوسهم، وبالتالي كل شيء يقال تحت يوضع تحت اسم الدين هو مأخوذ من عادات الناس وتقاليدهم ويعني سلوكهم الطبيعي. اللي أقول الآن حتى أختم، أعتقد أنا أتمنى أنه هذا الموضوع ينال اهتمام لأنه مهم جدا ويوضح لنا كثير من القضايا بطريقة يعني مختلفة تماما، فهذا أنا اللي أتمناه. والآن أعتقد اتضح بأنه المسألة ليست الأشياء لم تأتي من السماء، إنما نبعت من الأرض وحاجات الأرض ومشاكلها وظروفها وبيئتها وعلاق أنماط علاقاتها والصراع البيولوجي أو الإحيائي أو التطوري بين المجاميع
الفيزيولوجية البيولوجية الإنسانية وعلاقاتها أيضا تطورات المسألة ثقافيا وإنسانيا على مستويات كثيرة، على مستويات السوسيولوجية، مستويات الأنثروبولوجية وكثير من هذه الأمور. الآن نقدر نفهم كيف ظهرت جميع القصص حول المفاهيم، وكيف يعني ممكن أن نتأمل كيف طلعت يعني صارت عندنا ظواهر وتجارب قضايا واقعية تحولت كل هاي القضايا، كيف بدأنا نعرف ما هو النجس. الآن النجس أصبح بالنسبة لنا فكرة، ليست فكرة مقدسة ولها علاقة بالآلهة، لا، لها علاقة بأشياء أخرى مختلفة تماما، لها علاقة بالواقع ولها تاريخ الإنسان العميق اللي عمره 100,000 سنة أو ربما 1,000,000 سنة. هذه مو لم تأتي صدفة ولم تحصل صدفة. أنا أحيانا مرات يلمسني أو ألمس شخص يعني أحس أنه أكو مشكلة، يعني إذا شخص ما أعرفه أو يعني هذه مو شيء عادي، أو أنه مرات أشوف شخص لمس شيء أنا ما أحبه أو مو ما أحبه أو ما يعني ما أتحسس من عنده، فأشوف ألمس شيء ما أحب ألمس وراء هذا الشيء. كلنا عندنا هالأشياء، شيء من هذا القبيل، يعني أشياء هي تبدو ربما أخلاقيا ربما مو زينة أو مو لطيفة أو مو طريفة، لكن هي موجودة عندنا يعني. وهذه مو يعني الآن بدأ يعني ممكن هذا الفيديو خلينا نفهم كثير من الأشياء اللي كنا نعتبرها يعني أو غير مفكر بها. الآن أعتقد بدأنا نربط بين الأشياء وبين نعرف ما معنى أنه العلاقة بين السماء والآل والمخيلة، ويعني كثير من التفاصيل اللي كانت تبدو غامضة علينا. منها مثلا أنا كنا نرفض دخول غرباء لمناطقنا مثلا، أو نتحسس أو نشوف شيء غريب ونأخذ جانب الحيطة والحذر من وجود غرباء، سواء داخل بيوتنا أو مناطقنا الخاصة أو داخل مدننا أو داخل بلداننا بشكل عام. احنا متآلفين، ونلاحظ انه عندما نشوف ناس من عصام العراقي مثلا او من مدينه الفلانيه، عندما اشوف من عند مدينتي ارتاح اكثر، عندما اشوف ناس من مدن اخرى احس نوعا ما انه انا غريب او لابد ان اتصرف بطريقه ما واحس انه اكو شيء. فهذا كلها اشياء مو عاديه، مو بلحظات، لا، لها عمر ربما 1,000,000 سنة. يعني ايضا لا تضحك ما هو الحرام ما هو الحلال، فيبدو كل ما صار هو ما صار اعتباطا. واتمنى انه ان نفرز الحقائق بشكل مختلف مقدم مستقبلا، وشكرا جزيلا، واتمنى ان اسمع اراءكم. مع السلامه.